تصميم الأزياء فكر بحد ذاته. بحب الأرض. وأنا صغير كنت أنزل على الشرم أو القرم، في غادي عندنا شبورة مي، حنفيات مي، أرضنا طيني، فكنت أمسك الطيني في يدي وهيك وبلش أعمل أشكال. إنه تعجب شو هالمادة، مادة جديدة على إنه مش جديدة بس إنها تكون في يدي، هي مادة جديدة، إنه واو شو هذا. أعمل فيها أشكال لأنه أحتوي هاي المادة في يدي، الاحتواء. تعجبت من هاي المادة، فيها إشي اللي هو أصولي، فيها إشي بدائي بس فيها إشي قوي. القوة فيها هي ببساطتها بالتركيبة تبعيتها، بس قديش التركيبة تبعيتها معقدة. إذا طلعنا المي عنها بصير غبرة، إذا حطينا المي عليها بصير مادة، إذا المي لحالها تتبخر، حطين مع بعض بصير مادة، بصير إشي. فمن هناك بلشت قصتي. فهاي المادة هي اللي أو نحن نعرفها الجرة. الجرة من ناحيتي إشي يعني كبير من المفهوم الفلسفي تبعيها، أو الشكل، الاحتواء، علاقتها بالمرأة، الشكل الخارجي للجرة، شكل المرأة للجرة، الجسد تبع المرأة، الدالي تبعيت الجرة، شو الجرة بتعبر عن شو. يعني إذا تدرس تاريخ أو حضارة معينة تقدر تعرف عن طريق الجرة، عن النقش تبعي الجرة، عن شكل الجرة، عن كبرها، عن فتحة العنق تبعيها، عن الذان، عن شو جواها. وهنا بربطها مع المرأة، المجتمع بنعرف عن طريق لباس المرأة والمرأة. مجتمع من دون أو المرأة هي مرآة المجتمع، زي ما الجرة إحنا بنلاقي فيها معلومات عن المجتمعات وعن حضارات سابقة اللي انضثرت، فهيك. فبأمن إنه أنا المجتمع هو المرأة بحد ذاتها. احنا بنكون احنا مجتمع ذكوري، احنا مش مجتمع ذكوري، احنا مجتمع انثوي بربي على الذكورية، وهذا غلط. هذا في داكن، في داكن تغيرني المجتمع تربيتكن للذكور. فبلشت سكتشات واشتغل وابحث في الجرة. طبعا في ملان ملان معلومات عن الجرة، في هذا الوقت بقدرش انه اتطرق لها كلياتها، من الجرة للتصميم. يعني انا فكرت، درست، تخربطت مع حالي، تلخبطت مع حالي. خلينا هنا بهاي الصورة. كان عندي تساؤلات، كثير تساؤلات، مرات كنت ألقى الأجوبة، مرات ما كنتش ملكاش الأجوبة، وكثير ملكاش أجوبة، ولحد اليوم ملكاش أجوبة، بعدني مش لاقي كل الأجوبة. ليش؟ شو؟ طب ليش المرأة يعني تفكر هيك؟ ليش إنه؟ وأنا شو بدي من المرأة؟ أو شو بدها المرأة مني؟ كوني مصممة أزياء أو. فبلشت أبحث هيك، وعندي تخبطات، سؤالات. حاولت ألقى جواب واحد هو بتصميم معين، لازم سكتش، بلشت أخربش وأساوي شغلات تصميم. من فكرة أخذتها، عملت لها إعادة تصنيع معلومات براسي، طورتها، أخرجت سكتش أو الرسم السخيمات البدائي لتصميم، لا تصميم. التصميم يعني هالقد يكون نطاق نكوني واحد من 25 مصمم أزياء من كل العالم في نيويورك. عرضته كفكرة كمصمم، اللي هو مش بس بتطلع على الفستان، إلا شو من وراء الفستان، وليش أجى الفستان، أو ليش أجى التصميم، وكيف أجى التصميم. هاي هدفي يعني هدف نعيم قاسم في المجتمع الفلسطيني أو في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي، إنه أخلق وعي جديد لا مفهوم تصميم الأزياء ومفهوم مصمم الأزياء. لأنه للأسف عندنا في غباش أو في ضبابي شو معنات مصمم أزياء، فكروا مصمم أزياء إنه ملان صبايا، ملان حفلات، وملان ما أعرف كل هاي الشغلات. بالمرة أنا مش هيك، يعني مش كل يوم أنا مع صبايا، مش كل يوم قاعد مع صبايا. كل الصبايا اللي بعرفهم بحياتي يمكن تنتين ثلاث، يعني اللي هني أمي وخواتي، أمي وست خواتي بس. فتقدر تمشي من بعد الفكرة لإعادة تصنيع المعلومات للإخراج اللي هو أجل ولادي. الولادي هي كانت هالقد صعبة، هالقد مؤلمه، بس هالقد فيها إنه أعطتني هالقد قوة، وهالقد بتعطيني قوة لأمشي في مسيرتي كتصميم أزياء فكر بحد ذاته.